رجل من ميشيغان يموت في صندوق جمع تبرعات. صناديق جمع تبرعات عادة ما تتميز بصفات مضادة للسرقة، فمنها ما يأتي مع أنبوب متجه إلى الأعلى ثم تنزل إلى أسفل الصندوق، ومنها ما يعلق في حال إدخالها. تقول السلطات أن الرجل البالغ 53 عام حاول الدخول عنوة إلى الصندوق وعلق، وعندما حاول الخروج اختنق، ولا يوجد شكوك لدى الشرطة بكون الحادثة مدبرا. فما رأيكم؟